والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، الذي جعل الله طاعته من طاعته، وشرح صدره ورفع ذكره، وقرن اسمه باسمه. أما بعد، بعدما انتهينا من الباب الأول والباب الثاني من الحكم العطائية لمصنفها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين، المتوفى سنة 704 هجرية ومدفون في مصر بجوار البساتين، وله مسجد يزار بناه الشيخ عبد الحليم محمود قبل وفاته بعدة سنوات. سيدنا ابن عطاء الله ذكر في الباب الأول والباب الثاني آداب العارف وعلامات العارف، آداب العارف بالله وعلاماته، والعلامات الرجوع إلى الله في كل شيء، والتوكل على الله في كل شيء، والاعتماد عليه في كل شيء، وعدم رؤية شيء مع الله. دي العلامات، دي مختصر اللي فات. والاستدلال به عليه، والاستدلال به على كل شيء، كل دي علامات العارف. ده مختصر اللي فات من أول رمضان. ثم بعد ذلك اتساع أرزاق العارفين من العلوم الكسبية التي يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بعد سلوكهم في الطريق، حيث تشرق عليهم أنوار الحقائق، فالأنوار لهم أي أنوار الحقائق، ويتدربون في مقام رب زدني علما. أما السالكين قبل أن يصلوا فهم قدر عليهم رزقهم، فهم ينفقون بقدر، وهم الذين يحتاجون إلى الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حيث أنهم افتقروا إلى الله وتمسكنوا إليه وتبرأوا من حولهم وقوتهم، فيتصلون وإن كانت أقل من علوم الواصلين. ثم بعد ذلك يتكلم على ذكر التخلية والتحلية، الطريق لأن تسلك هذا السلوك ولأن تصل هذا الوصول يكون بالتخلية والتحلية، بالتخلية عن كل قبيح والتحلية بكل مليح زي ما يقول. فإذا تخليت وتحليت تجلى الله لك في قلبك بالمعاد، فإذا هي تخلية فتحلية فتجلي. والتخلية تبدأ بدخولك في الإسلام، أشهد أن لا إله، تخلية، تخليت عن كل إله. ثم بعد ذلك تأتي أحاديث المصطفى لتزكية النفوس، لكي تبرأ من الحسد ومن الغل ومن الكبر، وتحلي قلبك بحبك لأخيك ما تحب لنفسك، وغير ذلك من التحليات والتخليات التي جاء بها الشريعة. فيتكلم في هذه الحكمة حول هذا الموضوع، فيقول رضي الله عنه: تشوهك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. تشوفك، تشوفك أيها السالك
أو المريد أو السائر في الطريق إلى الله، والتشوف هو الاهتمام بطلب الشيء. تشوف الشيء، شوف انت لما تبقى عايز تشوف حاجة تشب كده وتحاول تشوف، يعني تبذل المجهود. فالتشوف هو الاهتمام وطلب الشيء مع الاهتمام به. فتشوفك أي اهتمامك الزائد إلى ما بطن فيك من العيوب خير لك من تشوفك، أي من اهتمامك الزائد إلى ما حجب عنك من الغيوب. معظم الناس عايزة تعبد ربها علشان ربنا يكشف لها الحجاب كده، يوم يشوف المستور، عايز يشوف الناس كده وهي في بيوتها، يعرف أسرار الناس، يحصل له كرامات، يمشي على المية، يطير في الهواء، يا سلام، عايز يبقى كأنه في السيرك عشان الناس كلها تسقف له. هو ده اللي عايز، من غير ما يبص لعيوب نفسه، لأن الكرامات والخصوصيات ليها حظ في النفس. فهو عايز يدور على حظ نفسه قبل ما يدي حق الله، فيطلب الحظوظ قبل الحقوق، قبل أداء الحقوق. فده يبقى إنسان جاهل، إنسان جاهل. يقعد يصلي ويصوم ويذكر الله كثيرا على أمل إن ربنا إيه يكشف له الغيوب. يبقى هو بيعبد الله لحظوظ نفسه، لكي يحدث له الخصوصية، لكي يحدث له التزكية أمام الناس، لأن أمراض القلب منها حب إيه؟ حب الخصوص، إن الإنسان يحب كده إن يبقى الناس كلها شايفاه إن هو مخصوص بشيء زائد، وإن هو عنده اللي مش عندهم. حب الظهور، حب الخصوص، حب السيطرة، حب الشهرة، كل الحاجات دي تلاقيها موجودة جوه القلب. واللي يزكي الحاجات دي ايه؟ ان ربنا يكشف لك بعض الغيوب. فاذا كشف لك بعض الغيوب اثبتت للناس انك انت من اهل الخصوص، فيبقى فرحتك بقى. فهو هنا بيردك وبيقول لك لا تكن ممن يطلب الكرامة قبل أن يفرغ من الاستقامة، ولكن عليك أن تقابل الله بالاستقامة فيقابلك بالكرامة، على ألا تكون كالتاجر يعرض السلعة ويطلب الثمن، فإن لم يعطيك الكرامة تترك الاستقامة، وإلا كنت عبد للكرامة. تعبد الله لله لا للخصوص، فإن عبدته للخصوص فإن أعطاك ركنت، وإن لم يعطك انقطعت، فتصير عبدا لنفسك، قد أشركت بالله بنفسك، كأنك تعبد لنفسك تريد حظ نفسك. والله سبحانه وتعالى يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يؤمن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه إيه أحدا. فهو أشرك هنا في عبادته بنفسه، حاطط نفسه في كوم وقاعد بيعبد ربنا وبيقول يا رب هتديني إيه بقى. اداله ينبسط أو يفرح، لو ما ادالوش يدي ظهره للعبادة. والكرامة عين الاستقامة عند المحققين، الكرامة هي عين الاستقامة، ده عند المحققين. وليست الكرامة أن تسير في الهواء وأن تسير فوق الماء وأن تعلم بعض غيوب الخلق، ليست هذه هي الكرامة. الكرامة الحقيقية هي عين الاستقامة. فممكن بالاتصال بالجن تحدث لك مثل هذه الأشياء، مش مشكل يعني. ما بيجيبوا الرجل بتاع أمريكا ده، الساحر ده اللي بيجيبه في أمريكا ده، يحبسوه مش عارف فين ويقفلوا عليه بسلاسل ايه وبتاع، ويبصوا ايه خارج بره، لانه متصل بالجن. ربنا جعل ايه شياطين الانس والجن اولياء بعضهم لبعض. الجن يخش يفكه، الجن يتهيأ بهيئته يقوموا يحرقوه الجن من النار فما يتحرقش، وهو متشكل في صورته، وهو ياخد فلوس ملايين قد كده، والناس يسقفوا له طلب الشهرة.
اظن انت مهما عبدت ربك مش هتعمل زي اللي بيعمله الراجل بتاع ايه امريكا ده اللي بيجيبوه في التلفزيون، مش هتعمل. يبقى الكرامة ممكن تلتبس كرامة الولي بايه؟ باولياء الشيطان، لكن الاستقامة لا تلتبس. الاستقامة هي حال الولي الحقيقي، وعشان كده لازم تفرق بين اولياء الله اولياء الرحمن واولياء الشيطان. فالاستقامة هي عين الكرامة، وعشان كده الامام الشافعي يقول ايه؟ لو سار على الماء وركب الهواء سألت عن عمله، ان كان موافقا لله ورسوله كانت له كرامة، وان لم تكن فهي من الشيطان. ليلبس بين اولياء الله واولياء الشيطان. لما ربك سبحانه وتعالى، لما الشيطان رأى ان الله سبحانه وتعالى يكرم بعض اوليائه بخوارق العادات، ففعل مع بعض اوليائه هذه حتى يظهر للناس ان يمكن الوصول الى مثل هذه الاشياء بدون العبادة، فما تقلقش. يوم يلبس على الناس العوام، يقول لك الله، طب ما فلان ده بيعبد ربنا بقاله 20 سنة عمل كذا، والتاني ده عمره ما عدت بالجامع برضه بيعمل كذا، تبقى المسألة مش عايز استقامة بقى. ده ممكن الوصول للخصوصية بغير عبادة، وده هدف الشيطان، لكن الاستقامة لا تلتبس. فالاستقامة هي عين الكرامة، ولذا يجب أن يكون تشوفك لعيوب نفسك أهم عندك من تشوفك لأن تكسر لك الحجب، حجب الغيوب، فترى ما لا يراه الناس، ويحدث على يدك ما لا يحدث على يد الناس. فهمت؟ لو أنت راجل متحقق. أنا أعرف مثلا في إسماعيل صادق العدوي في الستينيات ربنا كشف له بعض غيوب الناس. كان يجي له الواحد يقف قدامه كده يعرف عيوبه من غير ما يتكلم، ربنا كشفها له. فيخش عليه واحد يقول له انت لسه جاي من الخمارة، والتاني يقول له انت شايل حشيش في جيبك وجاي تكلمني، واحد تاني يخش يقول له انت واكل ورث اخواتك وجاي تكلمني وهو لسه اول مرة يخش على الشيخ، واحد تاني يقول له انت لسه شاتم امك امبارح وجاي تقعد الجلسة بتاعتي. فربنا كشف له بعض عيوب الناس في الستينيات. فبيقول استوحشت الناس حتى اني كنت لا اريد ان اخرج الى المسجد من كتر ما شاف دلالة الناس، بقى مش عايز يشوفهم ولا عايز حتى يصلي بيهم ولا يخطب فيهم ولا عايز يعملهم، استوحش الناس. فسافر عمره مخصوص وقعد يقول لي تألق في أستار الكعبة يبكي لله إن ربنا يكشف عنه الكشف ده ويرجعه زي الناس ما يشوفش حاجة عشان يعرف يعيش في وسط الناس. شوف، فالكشف كشف الحجب يأذي، يأذيك أذية شديدة. واسأل الناس اللي اتكشف لهم، يأذيك أذية شديدة ويحجبك عن الله. فأحسن حاجة أنك أنت تفتش عن عيوب نفسك بدل ما تفتش على عيوب غيرك، وبدل ما تفتش على إيه؟ على غيوب الأشياء اللي هي مستخبية عنك. سيدنا عبد الوهاب الشعراني قال إنه هو بيصلي الفجر مرة وساجد، ربنا كشف له تسبيح الكائنات، سمعها له. فبيقول سمعت الحصى في المسجد والحصير تحت جبهتي وعمود المسجد والسارية والمنبر، الكل يسبح. فأخذ فرفع رأسي بعد شروق الشمس. فضل ساجد ما عرفش يكمل الصلاة. اتاخد في المسألة دي، لما خلصوا هم الصلاة لقوا الشيخ زي ما هو ساجد يقلبوا فيه كده كده ما فيش فايدة. فين لما راحوا رافعين راسه يعني غاب في صوت الكائنات. فانت ما تستحملش انك تشوف الملائكة، ولا تستحمل انك تشوف الشياطين، ولا تستحمل انك انت تشوف تسبيح الكائنات، ولا تستحمل تشوف الجنة والنار، فضلا عن انك تشوف رب العالمين اللي خلق هذه الاشياء. فما تستحملش، خد بالك. في واحد من بني اسرائيل، من عباد بني اسرائيل، عبد الله
أكثر من 60 عاما، ثم سأل الله وقال يا ربي أرني كيف تقوي الشيطان على ابن آدم فيعينه على المعصية. عايز أنا أشوف الحكاية دي إزاي الشيطان ما دخله إزاي. فربنا سبحانه وتعالى ما بينلوش حاجة، يمر عليه يوم واثنين وثلاثة على غير ما اعتاده من الله، كان معتاد إن لما يدعي ربنا حاجة ربنا يديها له. فهو اكتشف إن هو أساء الأدب، فقال في نفسه أبحث عن عيوب نفسي خير لي من أن أسأل الله أن يكشف لي عن الغيوب. فلما عرف المسألة دي ربنا كافأه فأرسل إليه ملك في سورة بشر يكلمه، يعني بمجرد أنه انتبه أن عيوب نفسه أولى من أنه يشوف الحكاية دي فربنا أكرمه بملك. فقال الملك وعرفه بنفسه فقال إني كنت أردت أن أرى كيف يتقوى الشيطان على الناس، ولكن علمت أن بحثي عن عيوب نفسي أفضل مني عن بحثي عن عيوب الناس. فقال ولذلك أكرمك الله وبعثني لكي أريك ما طلبت. فكشف له الشياطين بتعمل ايه حوالين الإنسان، فوجد أن حول كل إنسان شياطين بعدد الذباب. فقال يا رب كيف ينجو الناس؟ لو كان الشياطين بالكثرة دي حوالين البني آدم، زي شوف انت بيبقى عندك حتة حلاوة كده وحواليها دبان بيعف عليها كتير قد ايه وما فيش مناش. فلما شاف المنظر ده قال يا رب كيف ينجو الناس؟ قال ينجو بالاستقامة وبالاستمرار على ذكري. فهي المسألة كلها انك انت تتشوف لمعرفة عيوب نفسك، لان عيوب نفسك هي التي تحجبك عن الله، وانت تريد الوصول الى الله لا تريد كشف الغيوب اساسا، لان كشف الغيوب لما كشفت لبعض الناس ما استحملوهاش. تصور انت تروح تزور المقابر تشوف عذاب القبر، والله ما هتعرف تفتن حد. يعني لو ربنا كشف لنا عذاب القبر ما كانش حد يدفن، كان اللي يموت يرموه في الشارع كده لما ينفذ، محدش هيروح القبور يخاف. لكن ربنا اخفى عذاب القبور علشان الناس تتدافع، ولا سؤال القبور وهكذا. كل هذه الاشياء ربنا سبحانه وتعالى اخفاها لحكمة، بحيث انه لو اظهرها لك تتمنى ان تعود كما كنت، قول يا رب رجعني. فطالما انك انت ناوي ترجع، ترجع لو كشف لك هذه الأشياء، يبقى ابتدي في المشوار الحقيقي وهو تزكية نفسك، معرفة عيوب نفسك. والعيوب 3 أنواع، عيوب نفس وعيوب قلب وعيوب روح. ايه حكاية الميكروفون النهارده؟ 3 أنواع، عيوب في النفس وعيوب في القلب وعيوب في الروح. وانت مطلوب انك انت تزكي نفسك من هذه العيوب وتعالجها. عيوب النفس كل تعلقاتها شهوات، شهوات المأكل والمشرب والمناكح وحب المال وسعة المكان والحاجات دي كلها اللي الناس عايشة فيها لنا. ويقولك اصله ايه يعني بيكون نفسه وبيوضب نفسه، ربنا يفتح عليك يعني يفتح عليك يعني يبقى معك فلوس كتير. هي الناس يقصروا بيفتح عليك دي يعني يبقى معك فلوس كتير، متصورين الفلوس الكتير دي هي دي الفرق، مع ان هي الخيبه. فعيوب النفس هي الشهوات، لان النفس تدرك الشهوات. عيوب القلب حب الرياسه، حب الجاه، حب الظهور، الحسد، الغل، الانتقام، كل الحاجات دي عيوب موجودة جوه القلب. وعيوب الروح التطلع إلى ما غاب عنها من الغيوب كحور العين والجنان والملائكة وغير ذلك، لأن الروح متعلقة بالقدم فتتعلق بأشياء أخرى. فعلى الإنسان أن يفطم نفسه وقلبه وروحه من هذه العيوب، ويعامل الله سبحانه وتعالى مباشرة بالله ولله لا على المقابل.
طيب وازاي تعرف عيوب نفسك؟ انا الوقت اقتنعت ان فعلا تشوفي لعيوب نفسي اهم من ان انا يكشف لي الحب. طب يا عم الشيخ انا عايز اعالج نفسي اعمل ايه؟ اعرف عيوبي ازاي؟ قال لك تعرف عيوبك وتعالجها باربع طرق. اول طريق تعرف شيخ مربي يربيك ويطلعك على عيوب نفسك، وبعد كده ياخد بايدك. لما تبقى انت عيان بتعمل ايه؟ بتعالج نفسك ولا بتروح للطبيب؟ بتروح للطبيب، تقول شكوى للطبيب، الطبيب يروح ايه؟ محول مجموع كلامك لمرض معين، وهذا المرض ليه علاج معين، في الاخر يروح قايل لك خد كذا واعمل كذا تخف. فعيوب النفس محتاجه لطبيب يعالجها، والطبيب هو الشيخ المربي. دي اول طريقه، ودي الطريقه المجربه المضمونه. طيب ما فيش شيخ مربي يا عم الشيخ، ده الشيخ نفسه مش متربي. فنعمل ايه؟ نروح للطريقه الثانيه، تدور على صديق صدوق، صديق صدوق يصاحبك ويصارحك بعيوب نفسك. واضح؟ وما تزعلش منه لما يقول لك يا اخي ده انت غلس قوي، ما تزعلش منه، ده يا اخي مرايه ليك تفرح بيه، ده هو ده اللي انت تتشبث بيه. يقول لك يا اخي انت مغرور كده ليه؟ هو ما فيش على الارض غيرك، شوف هو شخص لك مرضك. يعني هو شخص لك مرضك حلو قوي، ده انت حقك توقف على ايده تبص. مش تزعل منه وتقفل السكه التليفون في وشه، ما يليقش، لانك انت مش فاهم، مش حريص انت على معرفه عيوب نفسك. يقول لك يا ساتر ده انت ايحه، ده انت جلده، ايه الحرص اللي عندك ده؟ ايه البخل ده؟ شوف يا اخي ربنا بيجري على لسانه عيوبك، يبقى ده حبيبك. تقوم تفضل مصاحبه لحد ما يقولكش حاجه، تعرف انك تعرف؟ كل ما يقولك حاجه تروح عامل عكسها. بخل تروح انت عامل كرم. كبر تروح انت عامل تواضع. واخد بالك؟ حب ظهور تروح انت عامل خفاء، ما تفرقش معايا الظهور. حب مناصب تروح سايب المنصب. فهمت المسألة؟ يبقى هو بيشخص لك صديق صدوق، ودي طريقة كويسة برضه. طيب ما فيش صديق صدوق، أدور على عدو لدود، لأن عين السخط تبدي المساوية. العدو يشوف بلاويك وما يشوفش مزاياك. شوف لو كلك 100 ميزة وفيك عيب واحد، العدو ما يشوفش فيك إلا العيب ده، ما يشوفش مزاياك خالص. ودي طريقة أقوى. ما لقيتش الصديق الصدوق، شوف مين العدو اللي بيكرهك. يا سلام، اقعد معاه كده كل حين ومين، انكشه بس، ولو حتى بكلمة تنرفزه. يا سلام، من غير ما تمسكه ترزقه علق، بس انت نرفزه كده وشوفه هو هيطلع من بقه ايه فيك. هتلاقي كل البلاوي اللي جواك هو راح قايلها لك. تروح انت قول له متشكرين قوي، تغيب عنه شهر تعالج، تكون مسجل الكلام اللي قاله. تروح انت واخده روجيت، واخد بالك، وتروح بقى ايه تعكف على علاج هذه الامراض اللي هو قالها لك. كويس؟ وكل ما تحس انك اتعالجت روح قابله تاني ونرفزه تاني، لحد ما في الاخر يبقى حبيبك، تعرف انك بقيت حلو انك اتعالجت. تيجي في مره تنرفزه ويقول له يا اخي انت بتنرفزني، ما انت راجل زي الفل اهو، بقيت يا دوب زي الفل، لكن قبل كده كان فيك كل العبر. ما لقيتش شيخ، ولا لقيت صديق صدوق، ولا لقيت عدو لدود. تعامل مع الناس، الاختلاط مع الناس ده اكبر علاج للنفوس. زي ما بقول لك كل يوم ربنا بيبعت لك ناس تتعامل معاك علشان يبينوا لك عيوب نفسك. طول ما انت ماشي في الشارع كده بتخبط فيهم،
كل دول ربنا بعتهم لك. عارف السنفرة اللي بتسنفر الحديدة علشان تنعم؟ ربك بيسنفرك بالناس طول ما انت ماشي بالزحف. فهمت ازاي؟ بيعاملك بهذه الطريقة بالضبط، بيأيفك، قلبك مصدي مليان بلاوي، يقوم ربنا يبعث لك ناس غلسة. ما هو كل ما تبقى السنفرة خشنة تقوم تشيل البلاوي لحد ما تتحسن شوية، يبعث لك سنفرة ناعمة شوية، وبعدين بعد كده يبعث لك حرير. اللي هم بقى ايه، هتلاقي نفسك كل كلامك ومعارفك مع الصالحين بقى. لكن انت في الاول محتاج تمشي مع ايه، مع العالم الغلس، هم دول اللي هيأدبوك، ده ربنا بعتهم ليك دواء، ده يضربك وده يغلس عليك وده يدوس على رجلك وده يقطع عليك الميه وده يخبط عربيتك وانت سايق. شغلانه طول النهار، طول ما انت قاعد بتستنفر. يبقى يريد الله ان يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء، بس انت اللي جهول مش فاهم. انا الجاهل في جهلي فكيف لا اكون جهولا، انا الجاهل في علمي فكيف لا اكون جهولا في جهلي. اذا كنت انت في تخصصك اللي ربنا خصصك فيه تبقى مهندس وجاهل ببعض تفاصيل تخصصك، فما بالك بقى في الحاجة اللي تجهلها اصلا، يبقى جهلك فيها قد ايه. وعشان كده بنقول ايه، اللهم اني انا الجاهل في علمي فكيف لا اكون جهولا في جهلي. فربك سبحانه وتعالى بيبعت لك بقى الناس دي توضب فيك، تعمل معروف، واحد يروح عاضد الايد، عاضد الايد اللي تمدده علشان انت تزعل منه. لو زعلت تبقى ما تعملش لله، يبقى طلع اعمل لله بقى، اقطع الامل في الناس واستمر في عمل الخير، لانك لو قطعت يبقى بتعمل للخلق. فهم؟ يبقى هو جاء ربنا خلاه ينكر الجميل عشان يوصلك لله، وهو يأثم بنكران الجميل في آن واحد، تبقى انت داءه ودواءه وهو داءك ودواءك في آن واحد. شفت بقى سبحانه يخلي الداء هو عين الدواء لكل واحد فينا، حاجة غريبة. اللي ينكر الجميل ربنا هيعاقبه على نكران الجميل، لكن هو في نفس الوقت كان داء دواء ليه، ان هو عرفك انك انت ما بتعملش لله، فهو كان داء ودواء. فهمت المسألة؟ في آن واحد ربنا يبعث لك أب بخيل عشان يشوف هتبر أبوه تبر وهو بخيل، ولا أنت كنت بشرط كده، أنا مش هبر أبويا إلا بشرط لو كان كريم، لكن لو كان بخيل أنا ماليش دعوة بيه، أديله بالشلوت. تبقى أنت بتبر أبوك لحسن معاملته لك، تبقى بتدي المقابل، لكن البر الحقيقي إن يبقى هو على ما لا تريد وانت معه على ما يريد الله. هنا بقى بتعملها لله مش بتعملها بالمقابل. ما انت لو جبت كلب وطبطبت عليه هيتمسح فيه، يبقى المعامله معامله حيوانات ولا معامله بني ادمين بيراقبوا ربهم؟ وصل نفسك انك انت تقابل السيئه بالحسن، وشوف انت سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، كم واحد اساء لرسول الله وكيف احسن اليهم جميعا صلى الله عليه وسلم. وهو ربنا مش بعت لك سيدنا رسول الله عشان يعمل الحاجات دي وتقرا السيره بتاعته كده علشان يعني تقعد تمصمص شفايفك وعينك تدمع وتقول صلى الله عليه وسلم وبس. فهو ربنا سبحانه وتعالى بعته لك علشان تتاسى به. شوف انت سيدنا يوسف، اخواتك هيعملوا فيك اكتر ما اخوات يوسف عملوا فيه؟ خدوه وخطفوه ورموه في البير واتباع رقيق واتسجن وعاش طول عمره بغربة بعيد عن أهله. وفين لما ربنا من عليه وعرفهم واتقابله عمل فيهم ايه؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وشوف بيعتذر لهم في دعائه، بيقول ايه؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي، يعني حتى بيلتمس لهم العذر، بيقول ده الشيطان هو اللي دخل بيني وبينه، لكن إخواتي دول ناس طيبين. حتى في دعائه، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي، ما قالش دول إخواتي دول شياطين، لا، دول ناس مؤدبين، تأدبوا بأدب الله، وربنا جعلهم نماذج للناس عشان إحنا نعيش بطريقتهم. ف
وعلى سيرتهم، لأنك لو عشت على سيرتهم توصل فهم لما الأصبر. فبيقول لك تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. وممكن تطالع كتاب أمراض القلوب للإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، واخد بالك، في يمسك لك كل مرض من أمراض القلوب. أنت عندك حسد مثلا، أنت راجل كده عينك فارغة، وأول ما تلاقي في إيد واحد حاجة تبقى أنت نفسك تبقى معاك زيه، واخد بالك زيه، وتبقى كاره إنها بقت في إيده ومش في إيدك، تبقى أنت راجل حسود. أنت بقى أضرب نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. تروح فتح الكتاب على إيه؟ على باب الحسد، يقول لك علاج الحسد أعراضه كذا كذا، تلاقيها فيه. يا ساتر ده انت مصيبة. طيب العلاج ايه؟ يقول لك تعمل كذا وكذا وكذا. تعالج نفسك عشان ما تبقاش مصيبة سودة، تبقى مصيبة بيضة، وبعدين بعد كده تبقى ولد. فهمت؟ انت شايف ان عندك حرص زائد على المناصب، بتبيع نفسك عشان المناصب. يا خبر، ده انا اعرف ناس يدفعوا ملايين علشان يبقى عضو مجلس الشعب، ويدفعوا ملايين عشان يبقى ايه عضو مجلس ادارة، ويدفع ملايين عشان يبقى مدير عام ويبقى وزير. يعني ميتين ميتين موت كده في المناصب، بيعضوا عليها كده زي الكلب اللي بيعض على ايه، على عظم. يبقى ده عنده حب الجاه مسيطر عليه. حب الجاه ده حجاب شديد يبعدك عن ربك. يروح فاتح الكتاب حب الجاه نعمل فيه ايه، يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يروح عامل كذا وكذا. انت عندك حرص على المال، يا ساتر، كل حاجة تاخدها تحطها تحت البلاط، يعني تتمزق كده وانت بتعد الفلوس، تبقى ايه يا سلام، كأنك احلى ما بتقعد تقرأ القرآن. تبقى انت راجل بتحب المال. تشوف بقى حب المال ازاي عالجه، تطلع في الكتاب واخد بقى حب المال نعالجه ازاي، يقول لك كذا وكذا وكذا، تعمل كذا وكذا. وصف زي ما بتروح الدكتور تقول له عندي مغص، يقول لك مثلا ايه، خد العلاج ده كل 6 ساعات، وده كل 2 ساعة، وكل كذا، وما تاكلش كذا، واعمل كذا. تعمل في نفسك تلاقي المغص راح وخفيف. كذلك الايه، المغص اللي في قلبك في صوره مرض من الامراض ليه علاج. انت بقى شوف الناس، لو انت بقى مش شايف في نفسك حاجه وراجل كده تمام، يبقى اعمل الطريقه اللي قلت لك عليها، يا تروح لشيخ، يا الصديق صدوق، يا العدو لدود، يا في اثناء تعاملك مع الناس كل يوم هتبان لك عيوب، وكل ما يبان لك عيب تفتح في الكتاب. في كتب كده مخصوصه متالفه العلماء الفوها في امراض القلوب. فهمت؟ يعني اظن في الجزء الرابع من كتاب احياء علوم الدين في الحته دي متلخص. اللي هو في المهلكات. فبيقول لك تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. كويس؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أول ما تتخلى من العيوب تيجي بقى الحكمة الثانية اللي هي التحلية. ما هو تملي كده، أنت عندك كبر شلت الكبر، تتحلى بالتواضع. عندك حرص شلت الحرص، تتحلى بالجود والكرم. فهمت ازاي؟ اي حاجه كده. عندك حسد تشيل الحدث، الحسد يتشال يحتل محلها الفتوه. الفتوه دي يعني مش فتوه، الفتوه عند علماء القوم دي انك انت تبذل الموجود، واخد بالك ازاي، بصدر رحب للناس. كل ما يبقى في ايدك حاجه ما تعملهاش لنفسك، تديها لغيرك. ده اسمها الفتوه. يعني لان ليه سموها فتوه؟ فتوه لان عايزه قوه. تبقى انت قدامك طبق لحمه وانت جعان، ويجي واحد جعان تديهوله وتقعد انت جعان. دي عايزه بقى واحد فتوه بقى. واحد فتوه اللي يقدر يعمل الحكايه دي. فانا ابقى جعان وقدامي طبق اللحمه ويجي واحد جعان اروح مديهوله واكمل انا بقيت يومي جوع. سيدنا علي بن ابي طالب كان كده معروف، ونزلت حتى في سوره ايه؟ الانسان، ويطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام
على حبه. انما انت لا تطعم الطعام وانت طهقان طعام، انما اول ما تجوع يا عمي والله ما هياخدوا منك لقمه. فهمت؟ في فرق كبير بين داود. فيبقى اول ما تتخلى عن العيوب تيجي التحليه على طول، يحل محلها الحلاوه. فدي بقى الحكمه الثانيه. الحق ليس بمحجوب عنك سبحانه، انما المحجوب انت بالعيوب، انت اللي محجوب بعيوبك. اول ما العيوب تتشال اتشال الحجاب. فهمت؟ انما المحجوب انت عن النظر اليه، اذ لو حجبه شيء لستراه ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان له قاهر، وكل لكان لوجوده حاصر، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر، وهو القاهر فوق عباده. بيثبت لك ان ربنا مش هو المحبوب، ده اللي محبوب انت. لانه لو كان ربنا هو المحبوب لكان لي ساتر، ولو كان لي ساتر يبقى الساتر له حاصر، والحاصر يبقى له قاهر، وهو القاهر فوق عباده. فاللي محبوب انت، ايه اللي حجبك عيوبك وبلاويك، اول ما تتخلى عنها وتتشوف الى معرفتها فتعالجها خلاص ارتفع الحجاب، فبقيت من اهل الخضوع. ثم بعد ذلك قال لك اصل بقى المرض كله، جميع امراض القلوب كلها مهما تعددت لها اصل واحد، وهي اصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس. بس يقول لك ايه يا سلام انا راضي عن نفسي الحمد لله، مفيش احلى من كده. مش في ناس بتعمل كده؟ اهو دي بقى اصل كل حجاب، الرضا عن النفس. اول ما ترضى على نفسك يبقى انت هتوضب فيها ايه بقى؟ ما انت خلاص مبسوط. ادام انت مبسوط كده ومرتاح كده زي الراجل اللي كان بيجي زمان في المسرحيه، هتوضب نفسك ليه؟ انت مبسوط كده ومرتاح كده راضي، فتمشي مع الغفلات وتمشي مع الشهوات وتمشي مع ما يرضي نفسك، علشان طول النهار انت مبسوط عن نفسك فمش عايز تنكد على نفسك، فتفضل ماشي على شهوات نفسك حتى ترضيها. يبقى اصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس. يبقى اول حاجة لازم تبقى عند نفسك لوامة، لازم تمر بمرحلة النفس اللوامة بعد ما كانت نفسك أمارة. ما هو في نفس أمارة بالسوء، دي نفس خبيثة. فإذا ترقت النفس الأمارة بالسوء تصبح نفس لوامة، والنفس اللوامة درجات كبيرة مش كلها درجة واحدة. في نفس تلومك إذا فعلت المعصية الكبيرة، ولا تلومك إذا فعلت المعصية الصغيرة، دي أدناها. يعني تعدي معاك الصغائر ما يجراش حاجة، لكن تلومك قوي لو وقعت في الكبائر، لكن ما عندهاش مانع تعمل انت المعاصي الصغار. في نفس تانية تلومك لو فعلت المعاصي مطلقا صغائرها وكبائرها، دي ارقى شوية. في نفس بقى تلومك مش لو فعلت المعصية، لو فعلت المكروه بس، مجرد انك ترتكب المكروه اللي هو الحاجة القريبة من المعصية ومش معصية تلومك، تبقى نفس ارقى. في نفس تانية تلومك لو فعلت الطاعة مش على الوجه الكامل. كويس؟ كل ده ترك في النفس اللوامة. بعد ما تترقى وتخلص مراحل النفس اللوامة 2 3 4 كيلو مشي كده حبوة سنوات، في ناس بتعيش وتموت ونفس لوامة، ما بيتنقلش منها. لأنه ماشي ما بيصلحش نفسه، يعني يفضل طول عمره قاعد رايح جاي في إيه؟ في سكة النفس اللوامة. إذا استقرت أموره أصبحت نفسه إيه؟ لا لا راضية، راضية مش عن نفسها، راضية عن ربها. لأن لو رضيت عن نفسها ترجع تاني أمار،
فهمت؟ خد بالك، النفس الراضية راضية عن ربها مش راضية عن نفسها، فهمت؟ لأن لو راضت على نفسها ترجع تاني أمار من حيث بدأ، فينتقل إلى النفس الراضية عن الله. فإذا رضي عن الله أي أقدار الله فيه وفي غيره، ربنا سبحانه وتعالى يجعلها إيه؟ مرضية، يرضيها. الرضا لمن رضى والسخط لمن سخط، فتصبح مرضية. فبدأت إيه؟ أمارة، تدرجت إلى أمارة إلى لوامة، من لوامة إلى راضية، ومن راضية إلى مرضية، ثم بعد ذلك مطمئنة. فهمت؟ فأصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، والعكس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عن النفس. المعصية يقابلها الطاعة، والغفلة يقابلها اليقظة، والشهوة تقابلها العفة. فهمت؟ فأصل كل طاعة اللي هي مقابل للمعصية، وأصل كل يقظة اللي هي تقابل الغفلة، وأصل كل شهوة عفة اللي هي تقابل الشهوة، عدم الرضا عنها. ولذا بقى بيوصيك بالصاحب، الصاحب اللي هتصاحبه في الطريق إلى الله لازم يتصف بانه يبقى غير راضي عن نفسه. لانك اما تمشي مع شله الانس والجلجله اللي قاعده طول النهار في القهوه دي، ناس راضين عن نفسهم، قاعدين يلعبوا على المشاريب وفرحانين قوي، وطول النهار كفك ويضحكوا ويشربوا في المشاريب ويشربوا في الدخان ويسهروا الاثنين صباحا وراضين قوي عن نفسهم، تيجي تكلمه يقول لك نرفزتني يا اخي، ده انا مكلف دماغي دي 1000 جنيه، كم شمة وكم حقنة وكم مش عارف ايه. تيجي انت بعد كده يقول لك دي دماغ متكلفة. شلة الانس والجلجلة دي اللي راضية عن نفسها دي اللي مصيبة سودة توديك في داهية. وعشان كده اذا كنت انت راجل عايز تبقى غير راضي عن نفسك لازم تصاحب واحد زيك غير راضي عن نفسك، علشان تجتهد انتوا الاثنين فيما يرضي الله، تشجعوا بعض. فهمت؟ وعلشان كده بيقول لك ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. خد بالك، لأن عدم الرضا عن النفس هو عين العلم، والرضا بالنفس هو عين الجاهل. فلو كان عالم وعمته قد كده لكن راضي عن نفسه هو جاهل، ولو كان مش لابس عمة خالص وغير راضي عن نفسه يبقى عالم. فهمت؟ عالم برب. من ايه؟ من قال ايه؟ ايوه، لانه اصل انت تقول واخد بالك ازاي على حد علمي بس، لكن مش هو ده. وعشان كده كثير من الصحابة كانت تخاف تقول حكم الله في المسألة، كان يقول ايه؟ اجتهادي في المسألة كذا، يعني ينسب الحكم لنفسه من اجتهاده، لأنه هو صعب إنه يتألى على الله. نعم. وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه، ما عندوش جهل بقى خالص، طالما لا يرضى عن نفسه يبقى هو هيصلح نفسه. ثم نقف بعد ذلك بعد تخلص العبد من حظوظه وأوصاف بشريته قرب من حضرة ربه. فنبتدي بقى هنخش على ايه؟ على مزايا القرب من الحضرة ان شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. انا